ضمن النماذج الجميلة اللي موجودة برضو عندنا اللي هو اسماعيل عبد الغفار رئيس أكاديمية بحرية. أنا رحت له كأم عادية جدا ومن غير ما أكون بعرفه وطلبت مقابلته، ولما قابلته كنت واخدة ديفيد معايا وقلت له حالته بالظبط، علشان أنا لما كنت عايزة أدخله جامعة كنت محتاجة أني أبقى متأكدة أن الكوميونيتي اللي حواليه قابلينه. فالحقيقة يعني قد إيه الراجل ده جميل جدا، إنسان رائع فعلا، بصله وطبطب عليه وقال له أنت هتدخل هنا تحت رعايتي وهتتخرج من هنا تحت رعايتي، وبرضه عمل له كل حاجة في الجامعة ممكن تسهل له الدنيا، وممكن حد بياخده من على الباب، حد بيستلمه، حد بيطلعه، خلى المعيدين يشرحوا له واحد لواحد، عمل له حاجات جميلة جدا لغاية لما خرجه. على فكرة ديفيد متخرج بجيد جدا مع مرتبة الشرف. ديفيد عنده ثقة زي ما انتوا شايفينه بيتكلم، هو مدرك ان عنده مشكلة لكن دي مش عاملة له حاجة في الثقة بتاعته، هو عنده ثقة جدا في نفسه. من وهو صغير كنت انا وهو بنروح نخدم في ملاجئ، ملاجئ ناس مش بتشوف، وملاجئ ناس برضو عندها مشاكل حركية ومشاكل ذهنية، فهو شاف إن في ناس أوحش منه بكتير قوي، وكان بيشكر ربنا كل يوم على اللي هو فيه وعلى الحالة اللي هو فيها، ودي حاجة عملت له ثقة. يعني عارف إن في الدنيا كل واحد عنده حاجات نيجاتيفز في حياته، في ناس حاجاته ظاهرة، حاجاتها ظاهرة، وفي ناس لأ، هو الحاجة اللي عنده ظاهرة، لكن كلنا عندنا حاجات يعني سلبية في حياتنا، هو الحاجة السلبية بتاعته ظاهرة، هو الموضوع ده مش عامل له مشكلة، وبيروح وبيعرف نفسه على الناس. وأنا مش عارفة أبقى متحيزة ولا لأ، بس هو فعلا كل اللي بيشوفه بيحبه وبيحب يتكلم معاه، وهو بيروح بيعرف نفسه على اللي حواليه وبيقول لهم هو عايز إيه. ويعني انا لما بمشي في اي حته، في النادي، في الساحل، حوالين البيت، الناس بيبقوا عارفيني مام ديفيد. يعني في ناس مش عارفيني شخصيا لكن عارفين مش انتي مام ديفيد. فيعني هو فعلا شخصيه اكتسب ثقته بنفسه، ومن ضمن الحاجات هو علم نفسه بنفسه الشطرنج. والدي اداله المبادئ وحببه في اللعبه، لكن هو اللي كان بيدخل على اليوتيوب، هو اللي كان بيدخل بيتفرج على لعبة الشطرنج، هو اللي دخل على تدريبات أونلاين، هو اللي كان بيدرب نفسه، هو اللي كان بيشوف خطط وبينفذها، هو اللي قال لي في حاجة اسمها اتحاد الشطرنج من فضلك حاولي تدوري لي عليها نشترك فيها، هو اللي يعني هو اللي كان بيعمل كل حاجة لنفسه، وكان بيقول لي على الحاجات، يعني أنا روح أدور له بناء على طلبه هو. لكن أنا وبابا مثلا إحنا ما بنعرفش نلعب شطرنج، هو اللي بيعرف يلعب. وطبعا لما بنحاول، لما بنبص عليه بنبقى مبهورين بيه، ان يعني هو اللي علم نفسه كل حاجه، وهو حقيقي هو اللي عمل نفسه كل حاجه. هو شخصيه مثابره جدا، وشخصيه وصل نفسه بنفسه، ويا رب يعرف يوصل لحاجه اكتر واكتر من كده. دي الحقيقه احنا لما كان صغير، هو ديفيد ابتدى ياخد خطوات على سن 10 سنين ومشي فعلا كماشي على سن 12 سنه. فاحنا لما كان بيجي دكاتره وبيبصوا عليه كان بيقولوا لي مستحيل ان هو هيمشي من غير مساعده، يعني عكاز، عصايا، مشايه، حاجه كده. لا، هو اثبت ان هو يرضى. واحنا لما بنروح مثلا مطار او اي حاجه بنلاقي الناس بتجري بتجيب لنا كرسي بعجل، بيرفض رفض بات ان هو يقعد عليه، ولا انا عايز امشي، وبيصمم ان هو يمشي معانا وجنبنا زيه زينا. يعني انا اوقات ببقى كأم مشفقه عليه، طب حبيبي اقعد على دي وهنزقك، لا، او يتضايق ويزعق ورفض بات، وبيصمم ان هو، مع ان الموضوع ده مرهق جدا جسديا بالنسبه له، لان هو عنده تيبس في كل عضلات جسمه، فمجهوده الضعف، لكن بيصمم ان هو يعمله، ما بيرضاش ان هو يبقى في مساعده، ما بيرضاش ان انا مثلا لما نكون رايحين حته امسك ايده واوديه، لا، عايز يبقى ماشي قدامي لوحده، ما بيرضاش ان هو يقعد على كرسي بعجل، ما بيرضاش يمسك عصايه، الحاجات دي هتسهله، لكن هو شايف ما دام هو يقدر هيقاوح وهيعملها. الحقيقه المقاوحه زي ما انا بحب اسميها دي عملت له ثقه بنفسه جامد جدا، وخلته يعرف يوصل للي هو وصل له دلوقتي.